مساء الخير. 21 تموز 2022 صحب جديد لليناصيب الوطني اللبناني. بدي يسمحوا لي رحب بمدير اليناصيب الاستاذ رضوان غانم. مسيك بالخير يا اهلا. جائزه كبرى قيمتها 220 مليون ليره لبنانيه. بنعرف الرقم الرابح بختام صحبتنا. رح نروح عند الصبايا تنقوم بدوره تجريبيه على الدوائر. تفضل. يعاد السحب لان احد الدواليب ما ظهر الرقم. صحيح، احد الدواليب ما ظهر علي اي رقم. تست صبايا، تفضل. يلا. استاذ كمان مره بدنا نعيد. من اي؟ من اي؟ شو من اي؟ يا اذا رح نبدا لليله بالاصدار العادي 28 والبدايه مع جوائز الغلافات يلي قيمتها 100,000 ليره. سحبين لهالجائزه على الدواليب الثلاثه والجوائز عددها 14. اول سحب معكم صبايا، تفضل. كل غلاف بينتهي بالرقم 433 بيربح 100,000 ليرة. سحب تاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 230 بيربح 100,000 ليرة لبنانية. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية والبداية مع جائزة 10,000 ليرة. استحب على دوليب واحد والجوائز عددها 7,000. في الورقة تنتهي بالرقم 7 تربح 10,000 ليرة. دولابين رح يبرموا لجائزة 20,000 ليرة والجوائز عددها 7. كل ورقة تنتهي بالرقم 86 بتربح 20,000 ليرة. جائزة 30,000 بنشوف رقم رابح على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 7. و25 هي الورقة الرابحة لجائزة 30,000 ليرة. أربع دواليب صبايا بدنا نبرمهم هالمرة لجائزة 75,000 ليرة والجوائز عددها 7. أربعة آلاف وسبعمية وأربعين هي الورقة الرابحة لجائزة 75,000. متابعين ونشوف رقم رابح لجائزة 100,000 ليرة. تسعة آلاف وأربعمية هي الورقة الرابحة لجائزة 100,000. جائزة 200,000 ليرة. بنشوف رقم الرابح مع الصبايا على الدواليب الأربعة.
3884 هو رقم الرابح لجائزة 200,000 ليرة. أيضا جائزة إضافية قيمتها 500,000 رقم الرابح التوالي الأربعة. معكم صبر. ألف ومئتين وواحدة وعشرين، حلو هالرقم، هي الورقة الرابحة لجائزة 500,000 ليرة لبنان. ذكر السحوبات عم تكون تحت إشراف مدير اليانصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو، مشكور لوجودك. بنروح لعند الصبايا هالمرة على الدواليب الخمسة تنشوف الأرقام الرابحة لجائزة المليون ليرة بالسحوبات. أول سحب معكم 34,313 أول ورقة رابحة لجائزة المليون ليرة، سحب إضافي. ثمانية وستين ألف وثمانية وستة وأربعين رقم جديد رابح لجائزة المليون ليرة، سحب تاني. أربعة وعشرين ألف وستمية وتسعة وثلاثين هي الورقة الثالثة الرابحة على جائزة المليون، السحب الرابع. ثلاثة عشر ألف ومية وثلاثين رقم جديد رابح لجائزة المليون ليرة، السحب الخامس ما قبل الأخير صبايا. ثمانية وأربعين ألف وخمسمية وواحدة وثمانين رقم جديد رابح لجائزة المليون، السحب السادس والأخير وتمضية الجائزة قيمتها 10,000 ليرة. ستة وعشرين ألف وستمية وأربعة وستين الورقة الأخيرة الرابحة لجائزة المليون ليرة لبنانية، رقم جديد رابح على جائزة إضافية قيمتها 2,000,000 ليرة. صبايا بدي أعزمكم نبرم الدواليب الخمسة وترضية هالجائزة قيمتها 20,000. أربعة وثلاثين ألف وخمسمية وسبعة وأربعين هي الورقة الرابحة على جائزة المليون ليرة، 5,000,000 ليرة أنت الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية مع الصبايا. نشوف الرقم الرابح. ستة وثلاثين ألف وثمانمية وسبعة وثمانين هي الورقة الرابحة لجائزة 5,000,000 وترضية الجائزة قيمتها 50,000. صار الوقت معكم صبايا نشوف الرقم الرابح للجائزة الكبرى يلي قيمتها 220,000,000 ليرة.
21,369. خمس أرقام بتخول واحد منكم يربح 22 مليون ليرة. 2 1 3 6 9. جواب مع الأستاذ رضوان غانم إذا كانت مبيعة هالورقة بالأسواق. هذه الورقة غير مباعة، بدنا نعيد السحب. غير مباعة. بتصير قيمة الجائزة 110 ملايين ليرة. تفضل. واحدة وخمسين ألف وأربعمية وثمانية. 51,408 هو الرقم اللي عم نشوفه كنا على الدواليب سوا. أستاذ رضوان غانم مدير يناصيب الوطني اللبناني عم بشيك على الجداول لنشوف إذا الورقة مبيعة بالأسواق. ما شايفين على الشاشة. بنقول مبروك لحامل الورقة رقم 51,408 بيربح 110 ملايين. مبروك. ألف مبروك لكل اللي ربحوا. رح أرجع عيد عليكم سحب الليلة بالإصدار العادي 28 تاريخ 21 تموز. والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة. بتروح الجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم 433 و230. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة 10,000 ليرة مبروكة لكل ورقة بتنتهي بالرقم 7. جائزة 20,000 بتروح للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 86. جائزة 30,000 ليرة بتروح للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 125. 75,000 ليرة بتروح الجائزة لكل الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 4740. والأوراق اللي بتنتهي بالرقم 9400 بتربح 100,000 ليرة لبنانية. 200,000 ليرة بتروح الجائزة لكل الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 3884. والأوراق اللي بتنتهي بالرقم 1221 بتربح 500,000 ليرة. مليون ليرة لبنانية، 6 جوائز لإلها، والأرقام الرابحة هي على الشكل التالي: 34,313، 68,846، 24,639، 13,130، 48,581، و 26,664. نوصل لجائزة المليوني ليرة، والليلة مبروكة للورقة اللي بتحمل الرقم 34,547. وجائزة الخمس ملايين ليرة بتروح للورقة اللي بتحمل الرقم 36,887. 220 مليون ليرة لبنانية من ربحت لليلة من أول سحب من بعد ما الدواليب الخمسة عطتنا الرقم 21,369. بما أن الورقة غير مبيعة بالأسواق تلقائياً بتنزل قيمة الجائزة للنص وبتصير قيمتها 110 ملايين ليرة، وبتروح الجائزة للورقة اللي بتحمل الرقم 51,408. وترضية 110 ملايين ليرة قيمتها 1,100,000 ليرة لبنانية. مبروك كثير كبير لكل اللي ربحوا. بدي اشكر وجودك معنا استاذ رضوان غانم مدير اليناصيب الوطني اللبناني اللي عم تشرف على صحباتنا كل اسبوع. يا هلا فيك. شكرا لك، وانا بدوري ببارك لكل اللي ربحوا معنا، ونامل من الجمهور دائما الاقبال على شراء الاوراق، ربح حقيقي معنا. طبعا اهلا وسهلا فيك، والشكر الاكبر لكم صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعداي اللي بترافقونا دائما. مبروك لكل اللي ربحوا. موعد جديد ناطركم اذا الاراد الخميس القادم. لوقتها الى اللقاء، ضلوا بخير.